أهلا بحضراتكم من جديد. إذن وسط أجواء عاصفة انطلقت قمة بريكس في مدينة كازان الروسية بمشاركة مصرية رسميا للمرة الأولى منذ انضمام مصر في مطلع العام الجاري 2024 إلى هذا التكتل أو هذا التجمع بريكس. الحقيقة أنه أحداث الشرق الأوسط والحرب الروسية الأوكرانية أكيد ألقت بظلالها على هذه القمة، خصوصا في اللقاءات الثنائية اللي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش بريكس. الرئيس أكد موقف مصر الداعي للحلول الدبلوماسية والتسويات السياسية للأزمات من خلال الحوار على النحو الذي يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون مقدرات الشعوب. أيضا الرئيس السيسي عرض رؤية مصر ومواقفها إزاء عدد من الموضوعات والقضايا المهمة دوليا وإقليميا، خصوصا سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع، وهو ما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسيا واقتصاديا، مع إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، خصوصا ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي كل التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية في الدول النامية. نتجه مع حضراتكم الآن إلى قراءة أعمق عن هذه القمة سياسيا، توقيتها، دلالات أهدافها، وأمور أخرى متعلقة بتجمع أو قمة بريكس، مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. يا أهلا بحضرتك يا أستاذ إسلام. دكتور، بتأتي طبعا هذه القمة ما فيش شك أنها وسط يعني أجواء مشحونة جدا دوليا وإقليميا، صراعات كثيرة هنا وهناك، صراعات جيوسياسية طبعا بالأساس. مبدئيا حضرتك شايف توقيت هذه القمة دلالاته إيه يا فندم؟ أعتقد أن يعني الإقليم بيشهد مرحلة جديدة من يعني في الصراع الدائر والعدوان المستمر يعني منذ أكتوبر العام الماضي، ونحن أمام فصول جديدة من العدوان ومن الاعتداء. صحيح هناك نشوة انتصار بما يعني تحقق لدى سلطة الاحتلال من اغتيال قيادات ورموز في المقاومة، سواء في بنتكلم في لبنان، بنتكلم في غزة، بنتكلم في حتى الاستهدافات السابقة في دمشق وفي إيران. يعني أعتقد أن يعني ما جرى وما تحقق لدى سلطة الاحتلال جعلته يشعر بنوع من الانتصار يعني، وده يعطيه يعني، وعشان كده زيارة بلينكن 11 للمنطقة في هذا التوقيت. لكن يتوقف الأمر على ماذا يقرر نتنياهو وماذا يريد، وهل كانت لديه فعلا استراتيجية لهذه الحرب، وهل كانت له أهداف استراتيجية، وهل لديه خطة لما بعد وقف إطلاق النار اليوم التالي. كل هذه تساؤلات لا يستطيع أحد أن يجيب عنها سوى سلطة الاحتلال وتحديدا نتنياهو. وهنا مش بنعول خالص على الدور الأمريكي اللي يعني البطل العرجاء مفهوم في ظل الانتخابات الأمريكية على شهر نوفمبر القادم. هذه القمة يعني أنا شخصيا أنظر إليها بنوع من التفاؤل، نوع من الرغبة الشديدة في نجاح هذا التجمع، وطموح هذا التجمع أن يتحقق. وإن صحيح الطموحات كبيرة جدا ومطروح من أفكار مهمة وأفكار يعني تعالج أزمات دولية ونظام دولي عاجز على المستوى الدبلوماسي والسياسي في تهدئة الصراعات وفي التسويات السلمية، وعاجز عن أنه يكون في هناك نوع من العدالة فيما يتعلق بالاقتصاد حتى بالتمويل والإقراض. فهو نظام عاجز ومشلول على المستويين السياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وتدفع دول الجنوب والدول التي يعني تسعى للنمو، الدول الناشئة هذه الفاتورة، تدفع هذه الفواتير كلها الحقيقة، وفي صعوبة في تمويل عمليات التنمية المستدامة ومشروعات التنمية المستدامة اللي بتحس عليها الأمم المتحدة وبرامجها وبيدعو ليها العالم كله. يأتي توقيت هذا التجمع ليعطي لشعوب هذه الدول
التي شاركت والتي لم تنضم إلى بريكس، نوع من الأمل والتفاؤل في منظومة عالمية جديدة مختلفة فيها نوع من الإنصاف، نوع من العدالة، نوع من استعادة الحقوق المنهوبة والمسلوبة على مدار عقود طويلة جدا. يعني احنا بنتكلم يعني النظام العالمي لم يكن عادلا في أي مرحلة من مراحله، ولكن يعني حالة العجز والشلل التام الذي يعاني منه النظام الدولي الآن متجسد في يعني عدم قدرته على حقن دماء مدنيين وأبرياء ومعركة بهذا الشكل وهذا التوحش مع كل هذه الصور الموثقة. يعني نحن لا نتحدث عن أمور لا نراها بأعيننا، صحيح. نحن نتحدث عن صور تم تصديرها للعالم كله ومع ذلك لم يتحرك العالم. القانون الدولي تم انتهاكه تماما، القانون الإنساني، قوانين الحرب، يعني كل ما يمكن أن نقوله قد قيل، وكل ما يمكن من جرائم أن يرتكب قد ارتكب بالفعل، صحيح. وبالتالي هذا النظام لا يرضي أحد، لا يرضي أحد من دول الجنوب، وواضح جدا، واضح جدا من رغبة الدول المشاركة أن تطرح نظام، مش هقول بديل، ولكن يحقق نوع من التوازن أولا، ثانيا يعطي فرصة ل يعني النظام الدولي والدول القائمة على هذا النظام النمو والخروج من السيطرة الأمريكية والهيمنة الأمريكية. يا أستاذ إسلام، هو يعطي هذه الدول وبالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية فرصة للتفكير من جديد في سياستها تجاه، مش هقول بس الدول النامية، سياستها تجاه كل قضايا، صحيح. العالمية، صحيح. وفكرة فرض الإرادة الأمريكية في كل الملفات وتحقيق المصالح الأمريكية فوق كل اعتبار وفوق كل ما يمكن أن نسميه تنمية أو مصالح شعوب ودول، يضرب بها عرض الحائط. وحتى بعيدا عن التنمية يا أستاذ إسلام لو تسمح لي، يعني ألا تدفع الدول الأوروبية اليوم فاتورة موافقتها على إعلان الحرب على روسيا عن طريق أوكرانيا؟ لأن هي يعني استمعت إلى كلام وأوامر الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي تدفع الثمن اليوم، حتى أنه الآن الكثير من الدول الأوروبية تقول أنها لن تقوم بمد الأسلحة مرة أخرى، وأنه الفواتير التي دفعتها بالفعل طوال العامين الماضيين من هذه الحرب الروسية الأوكرانية هي مكلفة للغاية وكثيرة جدا. السياسات الأمريكية لا تعمل إلا لمصلحة أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. يعني هناك من الدول التي ترفض صراحة التوجهات الأمريكية في كثير من القضايا، القضايا الكبرى في العالم، ولكن تظل قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على أن هي الدولة العظمى في العالم اقتصاديا والدولة العظمى في العالم عسكريا، والتي يعني يقع على عاتقها حماية الأمن العالمي والاتحاد الأوروبي باعتبار أن دوله هي أعضاء في حلف الناتو، وهي الدولة الكبرى التي تمول هذا الحلف أيضا، وبالتالي الجميع مدين لها باستقراره وسلامه وأمان العالمي في النهاية. لكن هذا التجمع هو يعني جرس إنذار يمكن أن نقول لفكرة التعددية القطبية، صحيح. منذ انهار الاتحاد السوفيتي والعالم يسير في اتجاه واحد والميزان مختل تماما، صحيح. فهذا النوع من هذه يعني أو هذا التجمع تحديدا بيتكلم على كسر فكرة الاستقطاب والثنائية والانتقائية في القرارات الدولية، والكلمات الثلاثة اللي قالها السيد رئيس، الاستقطاب والثنائية والانتقائية فيما يتعلق بالقرارات والسياسات الدولية، مسألة في غاية الأهمية الآن بالنسبة للشعوب. الشعوب تبحث عن تنمية وعن بناء وعن مستقبل فرص أفضل. فرص أفضل وجذب استثمارات أجنبية، ويعني يعني هل من العدالة أن تكون التكنولوجيا يعني أو نو هاو للتكنولوجيا يعني غير قادرة هذه الدول، لأن إمكانياتها لا تسمح بذلك، أن هي تظل عاجزة عن الاستفادة من التكنولوجيا ومن التطور التكنولوجي وكذا، والفجوة ما بين هذه الدول الكبرى والدول النامية تتسع وتزداد، ولا يمكن أن يتحقق استقرار عالمي حقيقي في ظل هذا التفاوت الكبير في الثروات وفي فرض النفوذ والهيمنة على مقدرات العالم كله، والفرص المتساوية. حتى ليس هناك مجال للفرص المتساوية بالأساس. يعني بالأساس. بالأساس. لكن خليني يعني في حالة التفاؤل بهذا التجمع، أن طرح مسألة إشكالية الديون وكيف يتم توفير التمويل اللازم للبناء والتنمية لدول البريكس، هنتكلم في 24 دولة في الاجتماع، الجسر بريكس المطروح الآن
هو نظام مالي جديد يوفر لهذه الدول تعاون من خلال البنوك المركزية لهذه الدول. صحيح، تحديدا بنك التنمية الجديد. بنك التنمية الجديد هو واحدة من الآليات اللي هيتم استخدامها لتمويل ميسر. وتمويل ميسر هنا لا يفرض عليك شروطا. في تمويل سياسي وفي تمويل يجعل الدول غير قادرة على انها يعني تؤدي استحقاقات المطلوبة منها في دفع الأقساط والفوائد وحتى عجلة التنمية أو عملية التنمية اللي بتتم. وبالتالي فكرة تمويل مناسب وميسر فكرة في غاية الأهمية، وهنا أكد عليها السيد الرئيس في خطابه اليوم أمام الحضور. وكان في غاية الأهمية هذا الأمر. مصر استضافت زي ما حضرتك بتتكلمي على البنك التنمية، استضافت الملتقى الأول لهذا البنك ولمناقشة كيفية التعامل مع البنك وآليات تعامله في القروض وفي دعم القطاع الخاص والدعم للقطاع الحكومي في عمليات تمويل للتنمية. الأهم الحقيقة في الملتقى اليوم وفي كلمة السيد الرئيس ما جاء فيما يتعلق ب التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع. هذا هو الهدف المأمول يا أستاذ إسلام. كل الدول المشاركة لها أهداف من هذا من انضمامها بالتأكيد طبعا. لكن يظل الاقتصاد هو المؤشر أو هو الدافع الأساسي. الدافع الأساسي والحافز الأساسي لكل هذه الدول أن تلتقي على طاولة واحدة. احنا يعني علاقة مصر بدول البريكس بنتكلم في حجم تجارة 30 مليار تقريبا دولار. مصر بتصدر لهذه الدول 5.7 ما قيمته 5.7 مليار دولار، وبتستورد من هذه الدول ما قيمته تقريبا 24 مليار دولار. هي حجم تجارة مصر مع دول بريكس 30 مليار دولار. مظبوط، يعني بيمثل ثلث حجم تجارة مصر مع العالم كله، والرقم ده رقم كبير. وبالتالي هذا يخفف العبء على الاقتصاد المصري من جانب. انت بتتكلم على العملات المحلية وكيف تكون هناك سلة عملات متنوعة وليس الدولار هو سيد الموقف في العالم كله. بالتأكيد يعني هزيمة الدولار بالضربة القاضية غير وارد الآن، لكن على الأقل أن يتم التعامل مع البنوك المركزية وفكرة التسويات المالية بالعملات المحلية يؤدي يعني هيجعل الدول تتنفس قليلا ويكون في نوع من التعامل يعني العادل فيما يتعلق بالتجارة وميزان التجاري والديون والقروض. وفكرة الضغط الشديد على الدولار الأمريكي تقل برضو يا أستاذ إسلام. طبعا هو فكرة ارتباط العالم كله بالدولار. صحيح. مسألة أصبحت مزعجة لكل دول الجنوب. صحيح. وده مطروح على مائدة الحوار في مع دول البريكس. والحقيقة إن طرح هذه المسألة بهذا الشكل الإيكونوميست يعني بتتكلم على أن بوتين الذي لم يستطع أن يحضر اجتماع قمة البريكس السابقة في جنوب أفريقيا خوفا من الحكم اللي صادر ضده باعتقاله الآن يستقبل زعماء العالم على مائدة يشعر فيها بأنه رجل قوي. فهكذا يقيمون الموقف أو هكذا يتم النظر إليه. وفي هناك تخوفات من كل المناقشات التي طرحت. إذن هذا التخوف وفي حد ذاته هو مسألة إيجابية جدا أو رد فعل إيجابي لتجمع البريكس. نعم. نحن نريد حالة من التوازن العالمي، حالة من الاستقرار، لن يكون إلا بحالة من إلا بفرض فكرة الإنصاف والعدالة. نعم. مصر أيضا أو بالحديث حتى عن يعني كلمات رئيس بوتين، هو أيضا تحدث أنه أو وصف انضمام مصر إلى بريكس بأنه إضافة لدور التجمع. نحن نعلم جيدا طبعا قيمة مصر ودور مصر، ولكن فكرة أنه الرئيس الروسي يتحدث عن انضمام مصر لبريكس وإزاي أنه بيعزز من التعاون والأطر الكثيرة المشتركة بين مصر وبين الدول
الأعضاء، دي كمان كانت نقطة استوقفتنا للغاية. إزاي حضرتك بتشوف إنه الدور المصري دور مؤثر؟ يعني مصر من المعروف خلاص، ويعني مش محتاجين نقول أكتر من كده مدى قوتها في القارة الأفريقية، وإزاي مصر بتتصدر المشهد وتقود حتى متطلبات القارة الأفريقية وتتحدث بالنيابة عن القارة الأفريقية في كافة المحافل الدولية. إزاي كمان مصر يبقى ليها دور، يعني نستفيد ونفيد باقي الدول الأعضاء في هذا التكتل الكبير لبريكس؟ خلينا نقول أن هذا التجمع في الأساس الدول من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب إلى أقصى جنوب العالم، آخر نقطة في العالم جنوب أفريقيا، البرازيل غربا والصين وروسيا والهند شرقا، وفي القلب من هذا التجمع في المنطقة في إقليم الشرق الأوسط مصر، الإمارات، السعودية، إيران وإثيوبيا. يعني أنت بتتكلم على دول أولا حجم سكاني كبير، وبالتالي هي سوق كبيرة جدا للتصدير واستقبال الصادرات. أيضا هي دول لديها من الموارد الكثيرة، تتكلم على النفط وتتكلم على المعادن الثمينة، وهنا بيطلق أو بمبادرة منصة خاصة بالأحجار بالمعادن الثمينة والماس الرئيس بوتين في الملتقى. لكن خلينا نقول أن وجود مصر في هذا التجمع بالتأكيد هي يعني بما تمتلكه من موانئ بحرية، بما تمتلكه من شبكة طرق، وهنا تأتي أهمية ما نقوله في بنية أساسية قوية. جاء الوقت الآن لنستفيد من هذه البنية التحتية اللي اشتغلنا عليها السنين العشر سنين صحيح. وأنفقنا عليها الكثير. فبالتالي أنت مستعد لأن تكون محور هذه التجارة العالمية ما بين الشرق وما بين الغرب، من ملاحة بحرية، من استهداف مصر لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط لتكون الرحلة قصيرة بالموانئ المصرية التي يتم تطويرها وتحديثها. كل ما تقوم بمصر من عملية تنمية في الداخل ستكون في خدمة هذا النوع من الشراكة مع دول العالم. مصر تبحث عن شراكة حقيقية وشراكة عادلة، وتسعى إلى أن تحقق مكاسب حقيقية، وفي نفس الوقت هي تسعى دائما لأن تكون فاعل في مش بس في الإقليم وعلى مستوى العالم. وهذا التجمع يعيد إلينا يعني ذكريات فيما يتعلق بدول الجنوب تحديدا، يعني ذكريات نفخر بها كمصر، يعني دول عدم الانحياز في فترة من الفترات كانت مصر تقود دول الجنوب كلها في مواجهة يعني برضو الاستعمار القديم. هذا الدور الجديد هو جزء من دور مصر في الإقليم، جزء من رغبة مصر في الانفتاح على الجميع، على كل دول العالم. مصر ليست ضد أحد ولكنها تعمل مع الجميع. كل الحركة بتقوله ده لغاية دلوقتي ونحن نتحدث عن الدول الحالية الأعضاء في بريكس طبعا، والمجموعة اللي انضمت ليها اللي من ضمنها مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا وغيرها من الدول. طيب عندما نتحدث عن قرب انضمام 30 دولة أخرى إلى هذا التجمع، ودايما زي ما حضرتك قلت كده هي مصر سواء وسط دول أجنبية، دول عربية، في الإقليم، هي دائما يعني النقطة اللي فيها المعادلة تكتمل، أو بسببها المعادلة تكتمل بحكم الموقع والتاريخ والقدرة وعدد السكان اللي هو بيتحول إلى إيد عاملة طبعا، ونوها، وعندنا برضو في مجالات كثيرة، والثقة في موقف قيادتها. صحيح طبعا. إزاي بتشوف حضرتك أنه كمان الفرص قد تزيد، مش اقتصاديا، أنا هنا بتكلم كمان سياسيا، تقوية العلاقات المصرية، ومصر معروفة بدبلوماسيتها مع كل دول العالم، الحمد لله ما لناش أعداء، يعني معروف طبعا مين العدو للمنطقة بالكامل، ولكن نتحدث أنه علاقتنا ممتدة ومتشعبة، لنا أصدقاء في كل مكان، شركاء في كل مكان، احنا عندنا الاستثمار الروسي، عندنا الاستثمار الصيني، عندنا طبعا الاستثمارات العربية للدول الشقيقة عندنا. إزاي حضرتك بتشوف يا فندم فرص مصر للنمو السياسي في علاقتها الدبلوماسية بيزداد أكثر مع بريكس؟ خلينا أقول حاجات أساسية فيما يتعلق بجذب الاستثمارات. الدولة المستقرة الآمنة هي جاذبة للاستثمار بالسليقة بالطبيعة، يعني ده مبدئيا. فحالة الاستقرار والأمان هي جاذبة للاستثمار، ده رقم واحد. رقم اتنين، مسألة التعامل مع الاستثمار الأجنبي بشكل مختلف.
بمعنى أنك الآن الدولة حريصة على فكرة التسهيلات وفكرة الأبواب المفتوحة أمام المستثمرين. صحيح. وفكرة الشفافية وإزالة أي عقبات دخول الاستثمار أو خروج عملة بالشكل القانوني مسألة متاحة. ده ثانيا. ثالثا أنت بتتكلم في إمكانيات دولة الآن جاهزة لاستقبال كل أنواع الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة والمتجددة وبما لدينا من بنية أساسية وبنية تحتية وكذا. أنت حضرتك قلت جملة مهمة قوي، الخصومة صفر مع كل دول العالم، وبالتالي هذه ميزة نسبية لمصر، الشريك الذي دائما يتحدث بصوت السلام وصوت العقل. صحيح. في ظل منطقة ملتهبة. مصر عملت الحقيقة أو توجهات القادة السياسية فيما يتعلق بدائرة ملتهبة حول الجغرافيا. صحيح. يعني جغرافيا أنت محاط بدائرة من اللهب. القفز خارج هذه الدائرة في الفناء الخلفي للدول المشتعلة، بمعنى هذه سياسة مصر اللي نجحت فيها. احنا عندنا الحدود كلها ملتهبة. صحيح. فتذهب إلى إيه؟ إلى فين؟ تذهب إلى القرن الإفريقي لتحقيق شراكة وتأمين وعلاقات جيدة وطيبة. صحيح. في حوض النيل، كل دول حوض النيل تربطنا بيها كلها. صحيح. علاقات وطيدة وإيجابية وشراكة وتنمية. ونساهم في بناء سد تنزانيا. مصر ليست ضد تنمية إفريقيا ولا ضد طبعا يعني طموحات أبناء القارة. مصر في الشرق يعني لقاءات السيد الرئيس على سبيل المثال، لقاءه بالرئيس الإيراني واستقباله قبل سفره للمشاركة في بريكس بوزير الخارجية الإيراني، مساعي حثيثة لإيه؟ للتهدئة، لعدم التصعيد. مصر لا تألو جهدا في أن هي تتواصل مع جميع الأطراف في الإقليم وعلى حدود الإقليم الملتهب، وهذا هو القفز خارج دائرة اللهب. نعم. اللي أنا بتكلم عليها. نعم. لتهدئة هذه المنطقة المشتعلة الآن. نعم. عندما تذهب إلى بريكس للصين وروسيا والهند أنت تخرج خارج نطاق الجغرافي التقليدي الطبيعي. وبالتالي بتخلق مصالح حيوية لمصر مع كل الدول الكبرى. ارتباط مصر بمصالح حقيقية مع الدول الكبرى والاقتصادات الكبرى يجعلها في حالة استقرار، في حالة أمان، هناك من يدافع عن المصالح المشتركة. صحيح. أنت توجد مصالح مشتركة ما بين كل الأطراف الدولية، وبالتالي من مصلحة هذه الأطراف الدولية. نعم. أن تظل مصر مستقرة بهذا الشكل. وربما أيضا من الأهم يا أستاذ إسلام أنه تتفق هذه الدول المشاركة في بريكس على مفاهيم بها العدالة وفكرة تحقيق التنمية والسلام، وهذه نقطة في منتهى الأهمية أيضا. الوصول إلى هذه المعادلة الحقيقة صعبة جدا، يعني التنمية مع السلام، كل هذه خصوصا في هذه الفترة طبعا العصيبة اللي بيمر بها العالم كله. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معنا وكل هذه التفاصيل. ضفنا الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. شكرا لحضرتك. شكرا. الشكر موصول لحضرتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. وصلنا لنهاية هذه الحلقة من حديث الأخبار، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي أنا منة فاروق. دمتم في أمان الله.